واحد بيقول لماذا يوسف الصديق لم يخطئ حينما حاولت امرأة سيده أن تجبره على فعل الخطية، مع الرغم أنه لم يكن في حينها ناموس ولا وصايا، فكيف عرف يوسف أن هذه الخطية سوف تحزن الله؟ صحيح ما كانش فيه ناموس ولا وصايا، لكن كان فيه شريعة داخلية في قلبه وفي ضميره. يعني الضمير اللي ربنا أوجده في الإنسان يسموه الشريعة الطبيعية أو الشريعة غير المكتوبة. بهذا الضمير خاف قايين من جريمته في قتل أخيه، مع أن ما كانتش هناك وصية تقول لا تقتل، لكن بالضمير اللي موجود جواه عرف أن ده غلط. كذلك يوسف الصديق بالضمير اللي موجود جواه عرف أن ده خطأ. وهكذا أيضا قبل يوسف الصديق سادوم وعمورة، ربنا عاقبهم على خطأ وما كانش فيه وصايا ساعتها، لكن كان فيه ضمير. والناس اللي غرقوا بالطوفان ما كانش فيه وصايا ساعتها، لكن كان فيه ضمير. فبالضمير يقدر يعرف الإنسان إن ده صح ولا